الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي اجتباه هدى ورحمه للعالمين ارسله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله واحثكم واياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير وخير الكلام كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفه، صدق الله العظيم. بلاء وابتلاء بكل ألوانه وأشكاله وأنواعه لم يبقى لون من الألوان الا وذاقه اهل هذه البلاد من الابتلاءات الموت بكل الوانه واشكاله وانواعه غرقا وحرقا وحسره وهدما واختناقا الوان الابتلاء لون في الفقد ولون في الفقر وهذا قد تلوع حسره وهذا وهذا ماذا اقول ليس لها من دون الله كاشفه اذا ارهقتك هموم الحياه هذا لي ولك يا ابناء هذا الشعب الكريم ايها المؤمن اذا ارهقتك هموم الحياه ومسك فيها عظيم الضرر وذقت الامرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وسدت بوجهك كل الدروب واوشكت تسقط بين الحفر فيمم الى الله فيمم الى الله في لهفه وبث الشكايه لرب البشر أيها الإخوة الكرام بلاء وابتلاء ليس لنا قدوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح كل ما ضاقت علينا الأرض نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شكايته التي تحمل الهم والغم، صدقوني كنت اريد ان اخطب دقيقتين فقط ولكن من واجبي ان ابث الامل كما قلت لكم في واجبات الخطيب أنا بشر والواعظ بشر والمرشد بشر هموم وأي هموم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كلما ضاقت علينا الأرض بما رحبت نتذكر أعظم شكاية من بشر لرب البشر شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. تكالبت عليه أمم الأرض حتى ضربوه وأدموه. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. لسان حال كل واحد من أبناء هذا الشعب في هذه الازمه في هذا اليوم في هذا الصباح في هذه الجمعه على ما نرى اللهم اليك اشكو ضعف قوتي ما في قوه وقله حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. بلاء أيها الإخوة الكرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأن الله عز وجل جعل في البلاء عطاء، نعم، البلاء ظاهره محنة وباطنه منحة احنا شايفين الظاهر الان شوف اطفال تموت نرى الدماء والاشلاء نرى الفتن تعال انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس بن مالك ان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء كل ما كان البلاء كبير كان الجزاء كبيرا والأجر عظيما يا أهل الشام بلاء كبير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشركم بأجر عظيم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. اللهم رضينا بقضائك وقدرك ولكن عجل لنا بالفرج يا كريم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط اول شيء في هذا اليوم اقول ان الابتلاء والبلاء لعله يكون عطاء ظاهره محنه وباطنه منحه من الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات من اجل ماذا وبشر الصابرين يا رب انا نشهدك ونشهد ملائكتك وحمله عرشك ان اهل الشام ان اهل هذه البلاد صابرون صامدون فاعطهم ثواب الصبر يا رب العالمين ايها الاخوه الكرام الصبر اجره كبير الصبر عطاؤه كبير هذه ازمه تحتاج الى صبر يا رب إنا عبيد وإيماننا محدود وصبرنا فأعنا على صبرنا نحن موقنون أن الفرج لا يأتي إلا مع الشدة والله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم وقلت في الاسبوع الماضي الله يعلم والله رحيم والله ارحم بنا من امهاتنا ومن ابائنا ومن امهاتنا البلاء يحتاج الى صبر ايها الاخوه الكرام انبياء الله صبروا ايوب صبر حتى قالوا عن صبر أيوب وذكر الله عن صبر أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعقوب صبر صبر على فقد ولده وهو نبي يونس في ظلمات ثلاث. إبراهيم صبر على الابتلاء. كل أنبياء الله صبروا أيها الإخوة الكرام. والصالحون من عباد الله صبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين. ونحن نصبر في هذه الأيام احتسابا للأجر والثواب. أيها الإخوة الكرام، كونوا على ثقة بأن الله عز وجل سوف ينصرنا سوف سوف ينصر دينه، والله عز وجل يقول في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون مهما طال الليل ستشرق شمس النهار اللهم ارزقنا اليقين بما عندك ولتعلموا ان الظلم لا يدوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وفي الايه ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا في النهايه النهايات هي التي تحدد النتائج اللهم انا نشهدك اننا في هذه الايام في محنه وبلاء وشده وضنك من العيش وانما جلسنا في هذه البلاد ايمانا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بركتها اللهم اكتب لنا اجر الرباط اللهم اكتب لنا اجر الرباط اللهم بارك لنا في شامنا واصرف عنها كل بلوى واصرف عنها ظلم الظالمين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا لطيف 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 اقول قولي هذا واستغفر الله